متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي، نرحب بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال هذا الفيديو سنتعلم إجراء سلسلة عمليات حسابية وأولوية العمليات الحسابية. هذا الدرس موجه خاصة لطلبة السنة الثانية متوسط. ما الذي ستتعلمه معنا خلال هذا الفيديو؟ خلال هذا الفيديو ستتعلم كيف تنجز سلسلة عمليات مكونة من عمليتي الجمع والطرح أو الأولوية من اليسار إلى اليمين. أيضاً ستتمكن من معرفة كيف تنجز سلسلة عمليات مكونة من عمليتي الضرب والقسمة، دائما الأولوية من اليسار إلى اليمين. وأيضا ستتعلم كيف تنجز سلسلة عمليات مكونة من عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، أي أو أولوية الضرب والقسمة على الجمع والطرح. خلال هذا الفيديو سنقدم لك ألعاب مسلية للاستراحة واسترجاع الحماس. لنبدأ بسم الله. لدينا هذه العبارة: A يساوي 16 زائد 12 ناقص 3. نقرأ العبارة A من اليسار إلى اليمين. A يساوي 16 زائد 12 ناقص 3. ما هي العمليات الموجودة في العبارة A بالترتيب من اليسار إلى اليمين؟ العملية الأولى هي الجمع، والعملية الثانية هي الطرح. نقرأ دائما من اليسار إلى اليمين. نلاحظ أن العبارة A تتكون فقط من الجمع والطرح. كيف ننجز هذه العملية؟ لحساب العبارة A نبدأ بإنجاز العملية الأولى أي الجمع، ثم بالنتيجة التي نتحصل عليها ننجز العملية الثانية. سنطبق. لحساب العبارة A قلنا نبدأ بإنجاز العملية الأولى ثم بالنتيجة التي نتحصل عليها ننجز العملية الثانية. لنرى كيف ذلك. العملية الأولى هي الجمع. إذن أولاً نحسب 16 زائد 12 يساوي 28، ونحتفظ بالعملية المتبقية كما هي. الآن بالنتيجة التي تحصلنا عليها أي 28 ننجز العملية الثانية التي هي الطرح. 28 ناقص 3 هو 25. هيا لنعيد مرة أخرى كي تفهموا أكثر. ب يساوي 43 ناقص 20 زائد 10. نقرأ العبارة ب من اليسار إلى اليمين. ب يساوي 34 ناقص 20 زائد 10. ما هي العمليات الموجودة في العبارة ب بالترتيب من اليسار إلى اليمين؟ العملية الأولى هي الطرح، والعملية الثانية هي الجمع. العبارة ب تتكون فقط من الجمع والطرح. لحساب العبارة ب نبدأ بإنجاز العملية الأولى ثم بالنتيجة التي نتحصل عليها ننجز العملية الثانية. إذن العملية الأولى الطرح، ننجز أولا 34 ناقص 20 ب 14، 34 ناقص 20 14، وننقل ما تبقى من العبارة كما هو. إذن ب يساوي 14 زائد 10. الآن نحسب 14 زائد 10.
هو 24. نعيد، نقرأ العبارة من اليسار إلى اليمين، نبدأ بحساب العملية الأولى ثم بالنتيجة العملية الثانية. هذا بالنسبة لعبارات مكونة من الجمع والطرح فقط. ما الذي تعلمناه؟ تعلمنا أنه إذا كانت العبارة مكونة فقط من الجمع والطرح، فإننا نبدأ بإنجاز العمليات حسب الترتيب من اليسار نحو اليمين. تذكر هذه القاعدة الخضراء. القاعدة الخضراء تقول أنه إذا كانت العبارة مكونة فقط من الجمع والطرح، فإننا نبدأ بإنجاز العمليات حسب الترتيب من اليسار نحو اليمين. نتخيل أن الجمع والطرح أخوان صغيران. نريد أن نقدم لكل منهما هدية. بمن نبدأ أولا؟ هل نبدأ بالجمع أو نبدأ بالطرح؟ نبدأ بمن دخل أولا ثم الذي أتى بعده. يعني إذا جاء الجمع الأول نبدأ بالجمع ثم نبدأ بالطرح، وهذا حسب ظهور العمليات من اليسار إلى اليمين. لنتمرن ونتدرب. احسب العبارة M يساوي 12 ناقص 5 زائد 10. الترتيب من اليسار إلى اليمين. تذكر القاعدة الخضراء. نحسب العملية الأولى 12 ناقص 5 يساوي 7. نحتفظ بما تبقى من العبارة كما هو. الآن نحسب 7 زائد 10. M يساوي 17. العملية الثانية D يساوي 34 زائد 15 ناقص 22. تذكر القاعدة الخضراء. نحسب أولا 34 زائد 15 ثم بالنتيجة ننجز العملية الثانية. العملية الثالثة F يساوي 55 زائد 20 ناقص 10 زائد 8 ناقص 3. ننجز العملية الأولى من اليسار إلى اليمين. نحسب 55 زائد 20. نحتفظ بما تبقى من العبارة كما هو. ثانيا نحسب 75 ناقص 10 ونحتفظ بما تبقى من العبارة كما هو. ثم نحسب 65 زائد 8 ونحتفظ بما تبقى من العبارة كما هو. وفي الأخير نحسب 73 ناقص 3. F يساوي 70. الآن بإمكانك الاعتماد على نفسك. انجز العملية التالية خلال 15 ثانية. عشر يساوي 30 زائد 20 ناقص 10. لديك 15 ثانية لإنجاز العملية. عش يساوي 40. هل وجدتم نفس النتيجة؟ جيد. العبارة الثانية
انجز العملية التالية خلال 15 ثانية. د يساوي 44 ناقص 10 زائد 20. د يساوي 54. هل وجدتم نفس النتيجة؟ بإمكانكم التواصل معنا عبر التعليق أسفل الفيديو. أنجز العملية التالية خلال 20 ثانية. ف يساوي 50 ناقص 30 زائد 15 ناقص 10 زائد 27. F يساوي 52. أعد الحساب إذا لم تتحصل على نفس النتيجة. بإمكانكم التواصل معنا عبر تعليق أسفل الفيديو. هل تحتاج إلى استراحة طفيفة؟ نعم، لنسترح مع هذا اللغز. إليك 77 فراشة، كلها متشابهة إلا واحدة. أيمكنك أن تحصل على المختلفة منها قبل انتهاء الوقت؟ ابحث عن الفراشة المختلفة من بين الفراشات الأخرى. ابدأ. هل وجدت الحل؟ نعم، هذه هي الفراشة المختلفة. العودة للدرس الآن. إليك العبارة C تساوي 8 في 2 قسمة 4. أنبهكم إلى أن القراءة الجيدة والملاحظة الجيدة هما مفتاح الحل. نقرأ C من اليسار إلى اليمين. دائما نقرأ العبارات من اليسار إلى اليمين. ما هي العمليات الموجودة في العبارة C بالترتيب من اليسار إلى اليمين؟ العملية الأولى هي الضرب، والعملية الثانية هي القسمة. تلاحظ أن العبارة C تتكون فقط من الضرب والقسمة. لحساب العبارة C نبدأ بإنجاز العملية الأولى، ثم بالنتيجة التي نتحصل عليها ننجز العملية الثانية. إذن سنحسب سوية C تساوي 8 في 2 قسمة 4. أولاً نحسب 8 في 2 لأن الضرب هي العملية الأولى، وبالنتيجة نحسب 16 قسمة 4، يعني ننجز عملية القسمة لأن عملية القسمة هي التي ظهرت ثانياً. C تساوي 4. هيا لنعيد مرة أخرى كي تفهموا أكثر. A يساوي 20 قسمة 4 في 2. نقرأ العبارة A من اليسار إلى اليمين. ما هي العمليات الموجودة في العبارة A بالترتيب من اليسار إلى اليمين؟ العملية الأولى هي القسمة، والعملية الثانية هي الضرب.
إذن العبارة أ تتكون فقط من الضرب والقسمة. لحساب العبارة أ نبدأ بإنجاز العملية الأولى، ثم بالنتيجة التي نتحصل عليها ننجز العملية الثانية. هيا للتطبيق الآن. أولاً نحسب 20 قسمة 4، لأن القسمة هي التي ظهرت أولاً. 20 قسمة 4 5، وننقل ما تبقى من العبارة كما هو. الآن نحسب 5 في 2، أي ننجز العملية الثانية التي هي الضرب. 5 في 2 10، إذن النتيجة أ تساوي 10. ما الذي تعلمناه؟ إليك القاعدة البنفسجية. القاعدة البنفسجية تقول: إذا كانت العبارة مكونة فقط من الضرب أو القسمة، فإننا نبدأ بإنجاز العمليات حسب الترتيب من اليسار نحو اليمين. إذا كانت العبارة مكونة فقط من الضرب أو القسمة، فإننا نبدأ بإنجاز العمليات حسب الترتيب من اليسار نحو اليمين. نتخيل أن الضرب والقسمة أبوان. نريد أن نقدم لكل واحد منهما هدية. بمن نبدأ؟ هل نبدأ بالأب الضرب أو بالأب القسمة؟ نبدأ بمن دخل أولاً ثم الذي أتى بعده، لنتمرن ونتدرب. احسب العبارة F تساوي 12 في 4 قسمة 6. تذكر القاعدة البنفسجية التي تقول أننا نبدأ بالعملية التي تظهر أولاً من اليمين، عفوا من اليسار إلى اليمين. نحسب أولا 12 في 4 48. نحتفظ بما تبقى من العبارة كما هو. الآن نحسب 48 قسمة 6. نقرأ دائما العبارات من اليسار إلى اليمين. 48 قسمة 6 تساوي 8، إذن F تساوي 8. العبارة الثانية H يساوي 55 قسمة 5 في 9. تذكر دائما القاعدة البنفسجية. نحسب أولا 55 قسمة 5. نحتفظ بماذا تبقى كما هو. الآن ننجز العملية الثانية 11 في 9 يساوي 99. العبارة F يساوي 20 قسمة 2 في 3 قسمة 5 في 2. نبدأ بالترتيب من اليسار إلى اليمين. نحسب 20 قسمة 2 ونحتفظ بباقي العبارة كما هو. الآن تحصلنا على عبارة جديدة F تساوي 10 في 3 قسمة 5 في 2. العملية الأولى على اليسار هي الضرب. نحسب 10 في 3 30، ونحتفظ بما تبقى كما هو. الآن نحسب 30 قسمة 5 6، ونحتفظ بباقي العبارة كما هو. تحصلنا الآن على عبارة جديدة F تساوي 6 في 2. نحسب الآن 6 في 2 12، إذن النتيجة النهائية لـ F هي 12. الآن بإمكانك الاعتماد على نفسك.